قوات الأمن المركزي هي أحد أهم أذرع جهاز الشرطة المصرية. تدريبات هذه القوات أقرب إلى تلك التي يخضع لها أفراد الجيش. هذه القوات هي الأداة الرئيسية للحكومة المصرية في التصدي للاحتجاجات السياسية. المجندون في هذه القوات وكثير منهم أميون ومن أصول ريفية يشكون هم أنفسهم من تعرضهم لانتهاكات بالغة. لا معاملة وسخة. فيش معاملة إنسانية. إحنا هناك عاديين. تفيد الشهادات بأن الانتهاكات تتعدى الضرب والإساءة وقد تفضي إلى الوفاة في كثير من الأحيان. حققت بي بي سي عربي لأكثر من عامين في 13 حالة وفاة لمجندين بين عامي 2008 و 2015، وقد صنفت السلطات 10 منها على أنها حالة انتحار. التقت بي بي سي بذوي مجندين قضوا داخل معسكرات الأمن المركزي، جميعهم رفضوا قبول التفسيرات التي قدمت لهم عن أسباب الوفاة. أنا عايز حق ابني، لأن كل اللي اتعامل في سجن السجن المنيا بتاع المجندين ده، السجن العسكري ده مفبرك. قام جات له ضربة شمس، في ضربة شمس الفجر اللي ضربه وفتح راسه وفتح حلبه ومكسر سنته من هنا. قال انت رافع قضية على ولدك ان ضرب الضابط؟ قلت له ضرب الضابط. قال لا، ولدك ضرب نفسه. في احدى الحالات كشف تحقيق بي بي سي ثغرات في تقرير للطب الشرعي يفيد وقعة انتحار. ما حافظش السلك وما لقيتوش، ما عينش المكان. هيعين المكان، بس هي العين ما قالتش ان السلك مختفي او مراد. ما لازم يقول السلك متعلق ازاي؟ طب والسلك بالخيه فين اللي هو كان موجود عند رقبته؟ ما حدش حافظ. أمام التفسيرات غير المقنعة والتقارير المثيرة للشكوك، يؤكد المسؤولون في جهاز الأمن المركزي أنه فوق مستوى الشبهات. الأمور مفتوحة ومكشوفة للغاية داخل معسكرات الأمن المركزي بما لا يسمح بأي نوع من تداول ما هو غير حقيقي. الواقعة الواحدة يكون على الأقل شهود هذه الواقعة يقدروا بالمئات. بعض الحوادث ثبتت فيها التهم بالفعل وتم إصدار أحكام في حق الضباط. ولكن هذه الصور قد تكون آخر ما يمكن تسجيله لمحاكمة علنية لضابط أمن مركزي. فقد تم التصديق مؤخراً على قرار جمهوري يكلف القضاء العسكري دون غيره الفصل في كافة الجرائم الخاصة بمجندي هيئة الشرطة. رضا الماوي، بي بي سي.